السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الاستثنائية التي نفتتحها ونتحدث فيها عن ملف المقابر الجماعية، هذا الملف الذي يتصدر الأنباء الليبية والأحداث في ليبيا، هذا الملف الذي لم يلقى حظه ونصيبه واستحقاقه من الكشف عن الذين ارتكبوا هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء. للنقاش حول هذا الموضوع دعوني أرحب أولا بضيوفي، ضيفي من مصراتة السيد فيصل معتيق الناشط السياسي، هو معي عبر استديوهاتنا في مصراتة، أيضا معي عبر الهاتف الناشط الحقوقي موسى جنيدي، ومعي من اسطنبول في استديوهاتنا هناك السيد المهدي كشبور المحامي والناشط الحقوقي، على أن ينضم إلي ضيوف آخرون في سياق هذه التغطية. أبدأ بك سيد جنيدي، ملف المقابر الجماعية الآن بدأ يأخذ منحى، دعنا نقول أنه خطر وفي أوج وأقصى وأكثر انتهاكا وأقصى مداه، في كل يوم يتم العثور على مقابر جماعية. أين تضعون هذا الملف على طاولة حقوق الإنسان في ليبيا؟ بداية تحية طيبة لك أستاذ المعتصم ولكل ضيوفكم ومتابعيك الكرام. بالتأكيد أن ملف أو موضوع المقابر الجماعية في ليبيا حديث متواصل، ربما منذ أن بدأت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين الكشف تباعا وتواليا عن مقابر جماعية نفذت في عدة مناطق من ليبيا، لعل آخرها ما بين مدينتي ترهونة ومدينة سرت، إضافة إلى الأعداد المبلغين أو الأعداد الأشخاص المبلغ عنهم كمفقودين أو غير معلوم مصيرهم أو ربما حتى كمختفين قسريا يتزايد ويرتفع بعدم وصول بعض العائلات لضحاياها. الملف أعتقد بأن الدولة الليبية ربما لم يلقى نصيبا ولم يلقى حظا كما يليق أو كما يجب أن يلقى هذا الملف، خاصة في ظل وجود عدة شواهد وعدة تقارير تثبت أن الأشخاص الضارعين والمسؤولين عن ارتكاب كل هذه الفضائع لازالوا خارج أسوار العدالة في إطار ربما الإفلات من العقاب، وهو ما يقود حقيقة أي فرص للعدالة التي من الممكن أن يراها الضحايا ويراها كل الليبيين، وينعم من خلالها ربما كل من يعني وصل أدى العصابات الإجرامية وحتى الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات بفرصة للانتصاف لحقوقهم وربما الحصول على تعويض. لا. الإشكال في الموضوع بأن تداخل عدة ملفات وتداخل عدة أطراف فاعلة حول هذا الملف ربما يساهم ويعقد من حقيقة الكشف الكامل عن ملابساته، خاصة أن بعض الأفعال الإجرامية اتسمت بأنها صاحبت النزاع المسلح أو صاحبت الأحداث الأخيرة التي دارت في إطار ما يعرف بحرب بركان الغضب، حتى بمثلة رد العدوان على العاصمة الليبية طرابلس. كل هذه الأحداث ينبغي أن تأخذ معها الليبية ممثلة في السلطات الرسمية، إضافة إلى بعض الأطراف الرسمية وحتى بعض الأطراف غير الرسمية، والحديث عن بعض المنظمات الحقوقية، موقف في اتجاه دعم كامل لكل التحقيقات المحلية أو الدولية من أجل جلب كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى مسار العدالة وإلى مسار المحاكمة. نعم. طيب، فيما يتعلق بظاهرة الإفلات من العقاب، لطالما تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، يعني ألا من سبيل للتوجه نحو إنهاء هذه الظاهرة أو على الأقل يعني ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟ بالرغم أن لدينا شبه سلطة قضائية واحدة ولدينا الآن سلطة للنائب العام تكاد تكون سلطة واحدة، لكن ملف الانقسام السياسي يلقي بتبعاته وظلاله على هذا الموضوع، إضافة إلى أن هناك شبه انتقائية أحيانا يمكن أن توصف فيها بعض التحقيقات، وربما حتى غياب الموضوعية والشفافية الكاملة في طرح هذا الملف بطريقة من الممكن أن يرى أو من الممكن أن ترى من خلال التحقيقات النور وتسهم بشكل أو بآخر في القضاء على الأقل الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب. ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا ترتبط للأسف ارتباط وثيق بمسألة انتشار السلاح وبمسألة الانقسام السياسي، إضافة إلى وجود مجموعات خارجة عن القانون
للأسف تكاد تمارس دور رسمي في الدولة الليبية في إطار حفظ الأمن والاستقرار، وهذه معادلة معضلة غريبة شوي تكاد لا تكون موجودة إلا في ليبيا، عندما يكون جهاز ربما أو جهاز أمني متهم بارتكاب مقابر جماعية أو متهم حتى بارتكاب أعمال قتل خارج إطار القانون، هو الحكم وهو الآمر والناهي، وبالتالي لا يمكن تصور يعني الاختصاص من هكذا أشخاص من هكذا شخصيات في ظل وجودهم نعم. في الصلب أو على رأس الصلب. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات. الناشط الحقوقي موسى الجنيدي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي من اسطنبول في استديوهاتنا هناك السيد المهدي كشبور المحامي والناشط الحقوقي. سيد مهدي كشبور بعد التحية وأهلا بك معنا في هذه التغطية. إذن ليبيا في بحسب التصنيفات الواردة إلينا كصحفيين يعني باتت في عداد الدول التي انتهكت فيها حقوق الإنسان بشكل صارح وبشكل كبير جدا، وأصبحت تقارن بالدول التي يعني فيها مقابر جماعية بالعشرات بل بالمئات. ماذا يقول القانون فيما يحدث بحق المدنيين الأبرياء في ليبيا؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بك أستاذ معصم وبالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني عندما نتحدث عن القانون، هو القانون يجرم كل هذه الأفعال سواء ارتكبت في حق مدنيين أو حتى في حق مدانين. يعني الجريمة هي جريمة في حق يعني بغض النظر عن شخصية المجني عليه، حتى لو كان من يعتقد أن ارتكب هذه الجريمة أنه يحقق العدالة، هو في حقيقة الأمر ارتكب جريمة، ناهيك عن كونه ارتكب ضد مدنيين، وبالتالي هذه الأفعال مجرمة من ناحية النصوص القانونية. ولكن لدينا يعني عوائق إجرائية في تحقيق العدالة، بعضها يكمن في محاكمة وبعضها يكمن في مسألة تنفيذ الأحكام. هناك أحكام صدرت ضد بعض مرتكبي هذه الجرائم، مثل الحكم الذي صدر من محكمة جنايات مصراتة بخصوص قصف الكلية العسكرية مصراتة، ولكن كيف السبيل إلى تنفيذ ذلك الحكم؟ هناك أوامر بالقبض صدرت ضد بعض المجرمين، مثلا الناظوري الذي صدر ضد أمر قبض من المدعي العام العسكري، ومع ذلك رأيناه يدخل لطرابلس على البساط الأحمر. إذن لا توجد لدينا للأسف إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وملاحقة المسؤولين ومن ثم جبر الضرر. يعني حتى المبادرات السياسية التي يتم طرحها اليوم هي تتحدث فقط على المصالحة ولا تتحدث على العدالة الانتقالية أو حتى العدالة الطبيعية، وبالتالي لا أتوقع أن بالإمكان تحقيق العدالة من خلال وسائل وأدوات ليبيا صرف. يجب البحث على بدائل أخرى وهي موجودة وبكثرة، ولكن يجب استغلال هذه البدائل، ومنها محكمة الجنايات الدولية والتي أعطاها مجلس الأمن الاختصاص بموجب القرار 1971 صادر عن مجلس الأمن، وأيضا المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والتي وقعت ليبيا على بروتوكول تأسيسها، وأيضا هناك بعض الدول التي يعني تنشط في هذا المجال ومكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة أو ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان، وأغلبها دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعطي لنفسها الاختصاص في ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم إذا عجز القضاء المحلي عن مساءلة مرتكبيها، وهو ما يحدث اليوم. اليوم نتحدث عن أطراف ارتكبت هذه الجرائم وأمرت بتنفيذها وآوت حتى منفذيها، ومع ذلك نراهم يترشحوا للانتخابات ويتم التعامل معهم كأطراف سياسية، ويعني بعيدا عن مبدأ الملاحقة الجنائية. نعم. ومساءلتهم عن هذه الجرائم التي ارتكبت. طيب. وهذه الجرائم كثيرة يعني. نعم. ومنها قصف الكلية العسكرية في طرابلس والتي ذكراها اليوم، يعني تمر علينا هذه الذكرى الأليمة التي راح ضحيتها 30 شاب كنا نعول عليهم
من ضمن الشباب الذين ممكن أن يتخرجوا ويبدوا في التأسيس طيب. جيش وطني حقيقي، بالإضافة إلى جرحى ومقابر ترهونة جماعية، ضحايا بنغازي ودرنة وأجدابيا وغيرها من طيب. الجرائم التي ارتكبت في نقاط دي. ربما سنعود للحديث إليها. السيد فيصل معتيق، بما أن اليوم هو ذكرى 4 يناير، هو ذكرى قصف طلبة الكلية العسكرية، الجاني معروف ومرتكب الجريمة معروف، أيضا مرتكب جرائم المقابر الجماعية معروف، ما الذي يمكن أن تقوله في جريمة مكتملة الأركان، الجاني والضحية والدلائل الإدانة، ولكن لم يتم البث فعليا في هكذا جريمة يتم اكتشاف ضحاياها إلى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييك يا أخي العزيز ونحيي ضيوفك الكرام ونحيي مشاهدينا الأعزاء. مثل ما أسلفت يعني ومثل ما أسلفوا الإخوة، يعني الجرائم كلها واضحة وجلية ومرتكبيها تم تحديدهم ومعرفتهم، وهم يعني لم يخفوا جرائمهم، وهم كاشفين على وجوههم وكاشفين على شخصياتهم وهم يرتكبوا فيها في وضح النهار، وهذا الأمر معروف لكل الليبيين بل معروف للعالم أجمع، لأن هم وثقوا هذا الأمر في فيديوهات، والهدف منه هو إرعاب وتخويف الشعب الليبي. لما ننظر لهذه الجرائم يعني واشتراك الكانيات مع مجرم الحرب حفتر في عدوانه على العاصمة الحبيبة وعلى الغرب بصورة عامة، يعني نشوف أنه هو تم توظيف هذا المجرمين، هؤلاء المجرمين تم توظيفهم من قبل المجرم خليفة حفتر، ومعروف يعني خليفة حفتر كيف وظف المجرمين في بنغازي من أجل يعني تحقيق أهدافه، وكيف حتى بعدين هو عندما اختلف معهم أو عندما هم شافوا أنهم قد تم استغلالهم وأنهم في خطر وقد يتم تصفيتهم، وفعلا قام بتصفيتهم بدون أي يعني تردد وبدون أي مجاملة أو اعتبار للعمل اللي قاموا به. فهذه هذا خلل كبير موجود يعني في واقعنا، وتحدث عليه الأستاذ المهدي. فتنفيذ العدالة عندنا إشكالية كبيرة، هو وللأسف يعني يكاد يكون عقيلة صالح يعني يسيطر حتى على القضاء، هو سيطر على أو على الأقل يعني دخل لكل المؤسسات ولكل جوانب الدولة وأفسدها. نعم. وسيطر بشكل أو بآخر عليها واستطاع تحريكها في اتجاه مصالحها ومصالح مصلحة مشروع عسكرة الدولة من جديد، وللأسف يعني يكاد يكون حتى يسيطر على جسم القضائي. طيب. وهذه كارثة يعني بصراحة، ما زال يعني في أمل في يعني المخلصين وأصحاب الضمائر أن يعني يتصدوا لهذا الأمر وأن يحافظوا على استقلالية القضاء وأن يحافظوا على العدالة في وطننا، ولكن هناك مؤشرات بصراحة خطيرة، والدليل مثل ما قال الأستاذ المهدي. نعم. يعني لم يتم إلى حد الآن هو تنفيذ. طيب. حتى في اللي أصدر في حقهم. طيب. يعني مذكرات قبض أو تهموا، وتم استقبالهم يعني من الناس اللي كنا يعني نحسبهم يعني من. طيب ابقى معي سيد فيصل. وابناء المؤسسه المدنيه و طيب. نعم. ابقى معي سيد فيصل معتيق. ارحب بالسيد خالد العقيلي رئيس منظمه تضامن لحقوق الانسان والناشط الحقوقي، هو معي عبر سكايب. سيد العقيلي اهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطيه الخاصه. اذن يعني جانب من الجوانب التي يتم العثور عليها يوميا، الجثث والمقابر الجماعية، يعني هناك خلل في المنظومة الحقوقية في ليبيا. يعني عندما تكتشف المقابر الجماعية لابد أن يكون وراءها جاني قام بارتكاب هذه المقابر، والجاني هذا لم يكن طرفا واحدا أو شخصا وإنما هي منظومة. ماذا قرأتم وسجلتم في دفاتركم حول هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية في ليبيا؟ السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك على الاستضافة، ومرحبتين بضيوفك الكرام السيد مهدي والسيد فيصل. أهلا وسهلا.
والله هي قضية ترهونة هذه، يعني شو نقول لك، يعني قضية، يعني هذه شق معين متوقع الوصول إليه من الجرائم السابقة اللي هي لم يتم فيها تحقيقات. يعني لما كنا نحكي على بنغازي مع كل المبالغات اللي كانت تتم في قضية، يعني قضية الاغتيالات، ولم يتم إجراء تحقيق واحد، وإلى الآن ما فيش ولا تحقيق إلى الآن. يعني كل الجرائم ما نحكوش على شهرين وثلاثة فايت، نحكوا علي يعني قريبا نخشوا على 10 سنوات الآن، ما فيش أي تحقيقات. الجرائم اللي كانت ترتكب من 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 جماعة الكرامة أو عديمي الكرامة في بنغازي لم يتم التحقيق فيها من السيد النائب العام، رغم نشر التحقيقات وتوثيقها من مرتكبيها. وكنا يعني في هذا الأمر سباقين للمحكمة الجنائية الدولية بإخبارهم عما ترتكب من جرائم في حينها. إذا لم يتم ردع هؤلاء سيتمادوا في جرمهم، وهذا ما حصل. ترهونة، للأسف أن المسؤول علي ترهونة ليست عائلة الكاني. عائلة الكاني هذه لم تكن شيئا مذكورة، كانت عائلة صغيرة ولا تملك كل هذه السلطات والصلاحيات. للأسف تم تمكينها وتقويتها وتعزيز مكانتها رغم العلم بإجرامهم من بداياتي. راو نحكي من أيام المؤتمر الوطني، يعني باش نقدو منصفين، وعدي مع الحكومات المتتالية كلها كانت تدعم فيهم رغم جرمهم. ولذلك الآن لو يتم التحقيق حيثبت يعني أو حيتورط العديد، خاصة وزراء داخلية وزراء عدل وكلاء وزارات حيتورطوا في هذه القضية. ولذلك اللي نشوف فيه أنا على الأقل هذا تقييمي الخاص، هناك نوع من التجاهل المقصود لعدم التحقيق. الآن تصور أن اللي هو مسؤول على الكشف على المقابر ويملك الصلاحية، من؟ كتيبة الردع الخاصة. الآن تملك الصلاحيات اللي هي معروفة تبعيتها لمن، ومعروفة منين تتلقى أوامرها، معروف أنها ما لهاش علاقة يعني بليبيا لا من بعيد ولا من قريب. سامحني أنا في التعبير هذاي، ويعني كيف ما يقولوا خذها مني والله خليه، لكن كتيبة هي في ذاتها ترتكب في جرائم ضد الليبيين، ومع ذلك هذه الكتيبة الآن أصبحت هي صاحبة السلطة. للأسف أن بعض الكتائب زي ما ذكروا يعني ضيوفك الكرام، ويعني الناس اللي هي اسميا تتبع الدولة هي اللي الآن يعني ترتكب في هذه الجرائم. وبالعكس يعني أسوأ من ذلك، يعني نحن ننتظر في تحقيقات، ننتظر في عقاب جنات، إذا بينا يتم إعادة تدوير شخصيات معينة ارتكبت جرائم في ترهونة، إعادة منظومتها في الدولة وفي الكتائب الموجودة، وعندنا أمثلة. ماشي. فنحن الملخص اللي أنا نبي نقوله إن مدام فيه إفلات من العقاب، معناها الجريمة راهي مستمرة ولن تتوقف. عبر عليها يعني الأستاذ مهدي بتعبير الإرادة، هذه هي ما فيش إرادة حقيقية لإنصاف الضحايا، بل كل النظر والتركيز هو في الجانب الآخر، هو في المجرمين، في من ارتكب الجرائم، كيف نتعامل معهم بشكل يعني لائق، كيف نتعامل معهم بشكل منصف، كيف نعطيهم حقوقهم كاملة، بينما الضحايا يتم تجاهلهم بالكامل. وهذا اللي نشوفه فيه حتى في آخر قضية صارت، وهذه جريمة كبرى. جريمة كبرى ارتكبت هي في قضية إطلاق فراع عامر الجقم. هذا مجرم، هذا قاتل أطفال، قاتل أبرياء، ماشي بالطيارة متاعه يجي لوسط طرابلس ويقتل ويتباهى، قتل قبلها في قنفودة وفي درنة وفي غيرها. يتم إطلاق صراحة بحجة أو بمبرر المصالح الوطنية، هذا هو يعني نحن إذا كان نبحث عن مصالح وطنية أول حاجة نعاقبوا رجل هذا وأمثاله، أول شيء نديره. مش يتم إطلاق صراحة مقابل من أخرى، مقابل رهائن أبرياء يتم يعني اعتقالهم من بيوتهم، ومقابل هؤلاء يتم إطلاق سراحهم، والناس اللي هي كانت تدافع، ولا المقاتلين اللي هم غالبيتهم كانوا يدافعوا على الثورة، يدافعوا على الناس اللي تو متولين المناصب، ماشي وتولوا المناصب، هم اللي إلى الآن قاعدين في السجون وإلى الآن يعانون، مش الأمرين، 10 أمرار ماشي، وما فيش حد ملتفت لهم.
بينما يتم إطلاق سراح هذا المجرم. هذا ليس تعزيز للعدالة الانتقالية، هذا تعزيز الإفلات من العقاب. طيب، فنحن إذا كان قاعدين في هذه الدائرة حلمنا بعيد في تحقيق العدالة. طيب نعم. سيد مهدي، إذا ما عدت إليك، يعني نحن اليوم أمام حالة هي ربما تتوافق تماما مع حالة صربيا وزعيمهم كاراديتش الذي قام بجرائم حرب ومقابر جماعية بالألاف. هذه القضية التي اهتز لها العالم، لماذا لا يهتز العالم لمثل تلك القضية في صربيا؟ اليوم في ليبيا معروف من المسؤول عن هذه المقابر، خليفة حفتر هو من آوى هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذه الجرائم، يقتلون المدنيين الأبرياء ثم يدفنونهم في المكبات، في مكبات القمامة والنفايات. يعني لماذا رأينا العالم تحرك عندما كانت الجريمة في صربيا ضد كاراديتش ولم نراها تتحرك الآن؟ نعم، هو بداية أنا نحيي أستاذ خالد العقيلي ومنظمة التضامن، ويعني واللي هم رأس الحربة في مشروع محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، ويقوموا بجهد كبير جدا سواء أمام المؤسسات الدولية ولا المحاكم الدولية. عموما يعني للأسف يعني جريمة ترهونة ليست هي الوحيدة وليست هي البداية كما تفضل ضيفك الكريم. هذه الجرائم بدأت يعني ليست حتى من 17 فبراير، بل من قبل حتى 17 فبراير. إلى اليوم قضية مذبحة سجن بوسليم لازالت يعني تتداولها المحاكم، تارة تحكم بعدم الاختصاص وتارة بالتقادم، ويعني تدور بين دوائر القضاء. للأسف حتى لماذا لا نجد صدى دولي لهذه الجرائم؟ لأن للأسف لا نجد لها حتى صدى محلي. عندما كانت الأطفال محاصرين في قنفودة وماتوا حتى جوعا وعطشا لم يلتفت لهم أحد. عندما حوصرت درنة وقتل أبنائها وهجر أبنائها، وكذلك فعل في بنغازي ودرنة، لم يلتفت أحد. بل حتى عندما كانت داعش في درنة في سرت، يعني أطراف كثيرة كانت تغض البصر عن هذه الجرائم. بل أن خليفة حفتر فتح الطرق أمام مجموعات تتبع لداعش حتى تصل إلى سرت وترتكب الجرائم في تلك المدينة، ومن ثم يدعي حربه لداعش وغيره. للأسف يعني هذه الممارسات أصبحت وكأن إجراء معتاد يتم اللجوء إليه في كل المعارك أو الحروب السياسية، وهو ما يخالف يعني القوانين الدولية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان. كل هذه القوانين تجرم هذه الأفعال ولا تعطي حصانة لمرتكبيها ولا تعترف بالتقادم ولا تجيز حتى الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية الجنائية بشأنها. وبالتالي يعني عندما نجد تعاطف محلي مع مجرمين أمثال من ارتكبوا مثلا قضية لوكربي أو تفجير طائرة بنام في أمريكا في بريطانيا، أو التضامن مع أطراف سياسية شاركت في جرائم وصدرت ضدها حتى أحكام، زي سيف الإسلام القذافي مثلا الذي صدر ضده حكم بالإعدام، أو خليفة حفتر الذي صدر ضده حكم بالإعدام محكمة جنائية مصرات، ونجد أطراف تطالب بحق هؤلاء في ممارسة سياسية. فكيف نطلب من المجتمع الدولي أن يتعاطف معنا ونحن كليبيين لسنا يعني لا نقف ضد هذه الجرائم؟ كل الأطراف التي ارتكبت جرائم يجب أن تحاسب بغض النظر عن توجهاتها، إذا كانت تنتمي لسبتمبر أو فبراير أو الكرامة أو غيرها. أي كل من ارتكب جريمة يجب أن يحاسب، وهذا هو مبدأ حقوق الإنسان. مبدأ حقوق الإنسان هو يعني يتعامل مع الجاني بغض النظر عن الضحية وبغض النظر عن تبعية الجاني مهما كان، هو يجب أن يسأل. وبالتالي نحقق دولة، طالما أن نحن لازلنا نتحدث عن مصالحة بدون عدالة، فإذا لن نصل إلى تحقيق هذه العدالة. والأسف حسب تجربة شخصية أن العدالة اليوم بوسائل محلية ليبية هي غير ممكن التطبيق، لا من خلال القضاء ولا من خلال السلطات التنفيذية التي تنفذ هذه الأحكام. وبالتالي
لا مفر من التجاء إلى القضاء الدولي وحث القضاء الدولي. لدينا فرص كبيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تستغل من قبل كل الحقوقيين والنشطاء، والكثير يطرق هذه الأبواب ويقدم تقارير إليها، وننتظر التحركات الجنائية الدولية التي تتحرك للأسف يعني ببطء شديد جدا. لا نريد أن نذهب إلى تفسيرات أخرى ما الأسباب وما لذلك، ولكن تحركاتها ضعيفة في ملاحقة مجرمي الحرب، والأدلة والأدوات موجودة أمامها. يعني عندما يصدر أمر قبض ضد محمود الورفلي مثلا، البروتوكول روما المحكمة الجنائية الدولية نص صراحة على أن القادة العسكريين هم مسؤولين مسؤولية مباشرة عما يرتكبه التابعين لهم. فكيف يفصل محمود الورفلي عن خليفة حفتر ولا يلاحق خليفة حفتر، وهو الذي قام بتكريم محمود الورفلي في ذلك الوقت ومنحه رتبة نقيب بعد ارتكابه المجازر والمذابح؟ طيب. أيضا الجقم والذي اليوم تم تسليمه كما ذكر ضيفك الكريم إلى خليفة حفتر، وهو ما ارتكب الجرائم بقصف المدنيين في طرابلس وفي مصراتة وفي بنغازي وفي درنة وغيرها، اليوم يقوم خليفة حفتر بترقيته إلى فريق. أليس هذا يعني تحريض على ارتكاب مزيد من الجرائم وتشجيع على ارتكاب مزيد من الجرائم، ناهيك عن الأوامر التي كان يتلقاها مباشرة الجقم من خليفة حفتر؟ نعم سيد فيصل معتيق، بعد المطالبات بالتحقيق في هذه القضايا دوليا ومحليا، ولكن الجزئية المهمة اجتماعيا، لماذا لا نرى أي خطوات تستنكر هذه المقابر الجماعية التي تكتشف يوميا بالكاد؟ يعني هل نتوقع أن يكون هناك مطالبات واستنكار من الأهالي، من الجمعيات المجتمعية، من المجتمعات الإنسانية؟ يعني هل نتوقع تحرك مدني أو حراك مدني؟ لا وللأسف بصراحة المجتمع المدني عندنا ضعيف جدا، ومجتمع بصراحة لا يكاد يعني يستوعب يعني حقيقة المشهد، ولا يستوعب حتى حقيقة مصلحته يعني الحقيقية في هذا الأمر، وكيف يتصرف، وكيف أن هو يكون جسم فعال وليه كلمته وليه وضعيته وليه تأثيره في المشهد. بصراحة ضعيف جدا المجتمع المدني، ونحن نخرج في مظاهرات في كل جمعة لا يتعدى يعني عدد الحضور 50 شخص أو 60 شخص في أحسن الأحوال، وفي قضايا حتى كبيرة ومثل هذه القضايا يعني، ولكن وللأسف يعني الضمائر تكاد تكون يعني ماتت. ولكن خليني نعرج على كلام أخوي المهدي، يعني تفضل. عندما تحدث أنه هو يحمل المسؤولية للأطراف المحلية أكثر من الأطراف الأجنبية، ولكن هو كلامه صحيح، يعني لابد أن نحمل يعني المسؤولية لأنفسنا أولا وللأطراف المحلية، ولكن في الحقيقة يعني الطرف الأجنبي هو شريك فعال، وهو الشريك يعني الأول، وهو الحقيقي يعني في استدامة الفوضى وفي وجود هذه الجرائم وفي تشجيع هذه الجرائم. والدليل على ذلك مثل ما يشجع حفتر المجرمين داخل الوطن واستثمارهم في مشروعه الخاص وفي توجهاته، كذلك أمريكا وللأسف يعني هو يحاكم في محاكمها، وما زالت تتعامل معه كطرف سياسي كطرف فعال، وأن هذا هو فرض الأمر الواقع، وهو يعني يحمل جنسيتها يعني، وللأسف يعني هذا الأمر مخالف حتى لقوانينها، أن شخص يحمل الجنسية الأمريكية يتبوأ مثل هذا المنصب في أي دولة من الدول، ولكن يتعاملوا مع خليفة حفتر معاملة خاصة. وشفنا احنا كيف ماكرون يستقبل فيه، يعني جعلوه طرف سياسي ند للند لرئاسة البرلمان والله للمجلس الأعلى والله لأي طرف في الوطن، بل حاولوا أن يغلبوه على باقي الأطراف. نعم. يعني ماكرون يفرش له في البساط الأحمر ويعانق فيه، ويعني وللأسف يعني فيه استقبال ودي مبالغ فيه، يعني بيش تعرف أن يعني أن الموضوع
ليه خلفية طيب. خطيرة جدا، ليه أمور يعني وأبعاد خطيرة جدا. نعم. وهذا يدل يعني قد يوصلنا إلى أمور يعني أخطر من العلاقة مع ماكرون وأمريكا، يعني حتى العلاقة مع إسرائيل، لأن التغطية في هذه المحافل على حقوق الإنسان وعلى الجرائم اللي ارتكبها حفتر وأتباعها، يعني هذا يتطلب عنصر دولي فعال جدا. طيب. وهذا لا يوجد. دعني أقف عند هذه النقطة سيد فيصل العتيق. العدو الإسرائيلي. نعم. هذه النقطة دعني أقف عندها، ربما دعني أنقلها للسيد خالد العقيلي. هذه القضية تحتاج إلى شأن دولي. سيد خالد ضيفي من مصراتها فيصل العتيق يقول أن هذه القضية تحتاج إلى تدويل. قرأنا في التاريخ قضية رادوفان كاراديتش في صربيا، أيضا العديد من الشخصيات التي انتهكت حقوق الإنسان في دول العالم، في ميانمار مثلا وغيرها. اليوم ليبيا هي تعاني قضية مشابهة لتلك القضايا الدولية. المقابر الجماعية لا زالت تكتشف هناك، بحسب الإحصاءات سيد خالد أن مفقودين في ترهونة فقط قرابة 100 أو ما يزيد، هؤلاء في عدد المفقودين. نتمنى أن يكونوا أحياء، ولكن هم مشروع لمقابر جماعية. كيف يتم تدويل هذه القضية وأنها تكون مثل القضايا التي تحرك العالم لأجلها؟ يعني خليني نقول لك، بالنسبة لحالة زي حالة مثلا صربيا، راهي خذت وقت حتى هي وذبحوا ما ذبحوا من المسلمين في 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 هاي، وتدخل طبعا كان لدور التدخل الأمريكي في وقت كانت يعني أمريكا ذات هيمنة يعني وسيطرة قوية في ذلك الوقت، وهي اللي فرضت على الجوانب هذه. الآن الإرادة الدولية شبه تائهة فيما يتعلق بقضية ليبيا. الطيران الإماراتي منين جاية الأسلحة متاعها؟ ما هو جاية من فرنسا وجاية من أمريكا. السلاح المصري اللي أو الدعم المصري للأسلحة منين جاي؟ هذا جاي من أوروبا، نفس القصة. فهي يعني خلينا من الطليان اللي هم الايطاليين اللي هم كانت يعني زي ما تقول موقفهم ماهوش واضح في القضيه الليبيه بشكل عام، من تدعم ومن ما تدعمش، بل بالعكس ربما يدعم في الطرف الخاطئ. فهذين المعطيات خلينا نقول لك الدوليه. لكن انا في وجهه نظري يعني المتواضعه ان خطين لازم نشتغلوا فيهم، خطين. الخط الدولي هذا مهم للغايه، خاصه ان هناك الولايه القضائيه الدوليه اللي تقدر ترفع بها قضيه ضد حد أو ضد أي حد ارتكب جرائم. خلينا نحكو على ليبيا، في أي دولة أجنبية لكن نحكو على ليبيا الآن، ارتكبها في ليبيا وقاعد يعني يتنطر من تركينا تركينا، وقاعد كيف ما يقولوا جماعتنا غادي مفرهد يعني، ولا رقيب ولا حسيب. أسوأ من ذلك طبعا اللي قاعدين في ليبيا جوا هذوما برواحهم، قاعد مرتكب الجرائم وقاعد في وسط ليبيا وقاعد يعني منعم مكرم. وشفنا يعني احنا ما بيش نعاود على الردع وش كيف يتعامل مع رموز النظام السابق وكيف يتعامل مع الثوار في نفس الوقت. نعم. وحدين محرومين من الأكل وحدين في نفس الوقت قاعد يعني كل شيء يجيهم. النقطة اللي نبي نجيها أنا المحلية كيف ما يقولوا ما يعني ما حكى يعني جلدة غير ظفرة، أكيد نحن مطالبين غصبا عنا شئنا أم 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 كرهنا، أردنا أم أبينا، نحن الأول والأخير اللي مسؤولين على قضيتنا. عندنا أدوات دولية يمكن تفعيلها، نعم الولاية القضائية يمكن تفعيلها سواء عن طريق المحكمة الجنائية الدولية وهي تملك الولاية، وذكر الأخي المهدي هذا الكلام، لكن تحتاج منا نحن برضو ضغط وتحتاج تسهيل يعني توصيل المعلومات لها، توصيل الأدلة، ضغط عليها هي نفسها أن هي تتحرك، يكون الرسم متاعها أقوى من اللي هي قاعدة تتحرك به. يعني مش معقولة بعد السنوات هذين كلهن نشوفوا يعني عدد محدود جدا من مذكرات القبض وكلها محصوره في النظام السابق ما عدا محمود الورفلي. الامر الاخر البحثه الدوليه او بحثه الامم المتحده، بحث الدعم الخاصه هذه اللي هي موجوده، يعني ما عاد شفنا اي دور لها حاليا، ما عاد شفنا لها دور، يعني دورها اصبح غائب. ونحن نعرف من معلوماتنا الخاصه ان يعني حتى هي الاراده الدوليه يعني شبه نزعت منها الصلاحيات، فأصبحت حتى عدد الموظفين قل، الدعم لها قل، فأصبح معاش فيه إرادة لهذا الجانب. كل ما يحكي لك يحكي لك والله يعدي للمصالح الوطني. أسوأ من ذلك نزيدك من الشعر بيت، إن حتى لجنة تقصي الحقائق اللي كنا معولين عليها يعني وكنا داعمين لها بشكل كبير في تشكيلها وفي يعني كحل سريع خلينا نقول المشكلة الليبية وفي قضية الإفلات أو سد فجوة الإفلات من العقاب،
دخلت حتى هي في قضية العدالة الانتقالية. أنت مالك وما العدالة الانتقالية؟ خليك في الأمر المهم اللي هو الجرائم اللي قاعدة تنتهك وترتكب على الأرض، ارتكبت ولا زالت ترتكب. العدالة الانتقالية هذه لها ناسها ولها مشروعها بروحها، ولكن للأسف هذا اللي قاعدين نشوفه فيه. فأنا نقول لك الإرادة، ولا نقول الإرادة الدولية الآن تايهة. باش نوصلوا لها ما نعرفوش أمتى، شو المتغيرات الدولية شو، لكن نحن كليبيين مطالبين بتفعيل نظامنا الداخلي، نظام القضاء الداخلي، نعم. وفي نفس الوقت الأدوات اللي هي موجودة في لدينا في الخارج كيف ندعمها. تصور أنت القضايا إلى الآن اللي هي مرفوعة في أمريكا إلى الآن ما فيش لها أي دعم. نحكي من ليبيا من رجال الأعمال ما فيش أي دعم، تجاهل بالكامل، بينما هناك إنفاق بالملايين فيما يعني وفيما لا يعني، وهذا أمر الحقيقة يعني محير. غير أن الإرادة السياسية نفسها يعني تحكي على الحكومة المؤقتة أو غيرها ما عندهاش الرغبة هذه أن هي تخش في مثل هذه القضايا ولا تقاضي حفتر. نعم. ليش؟ لأن فيه احتمال بعدين يوصلوا، يعني هذا ما تجربنا تقول هكي يعني، أو خبرتنا تقول هكي، أنه ممكن يوصل اتفاقات معينة فبذلك ما يخشوش في كسر عظم على الإطلاق. وجربنا نفس القضية أيام يعني للأسف خليني نقولها بكل صراحة، وزير الداخلية السابق لما يعني صار القصف على طرابلس، أنه هو نحن في إمكانية لمقاضاة يعني دولة الإمارات في لدى محكمة العدل الدولية وليس محكمة جنايات فقط، ولكن يعني لقد أسمحت لو نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كل محاولاتنا باءت بالفشل. نعم. ويعني هذا للأسف هذا. طيب أرجو أن تبقوا معي ضيوفي الكرام جميعكم مشاهدينا الكرام، نتوقف نتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. هكذا تستقبل السنة الجديدة في ترهونة. المقابر الجماعية، انتشار الجثث واستخراجها أصبح حدثا يوميا في هذه المدينة، جعلت أهالي المدينة في حداد مفتوح بانتظار مصير أبنائهم المفقودين. فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أشارت آخر إحصائياته وصول عدد الحالات إلى 268 حالة، بينها 243 جثة وعشرات الأشلاء، إضافة إلى التعرف على 159 حالة طوال 3 أعوام من البحث. منفذو تلك الجرائم تمثل في ذراع مجرم الحرب حفتر بالمنطقة الغربية الذي يسمى تارة باللواء 7 أو 9، لكن الاسم الأكثر شهرة ودموية لقب الكانيات. عصابة لم يجد حفتر أفضل منها في تعلم منهجه الجنائي وتنوع ممارسات الاضطهاد بين القتل الجماعي والإخفاء القسري والسجون السرية. رؤوس تلك الميليشيات التي دعمها زعيم الانقلاب بمرتزقة الجنجاويد والفاغنر لتعزيز أدوات العدوان على طرابلس وما يحيط بها من مدن توزعوا بعد الهزيمة من قوات البركان، فمنهم من فر إلى حفتر في المنطقة الشرقية ونال جزاء من جنس عمله باعتباره صندوقا أسودا أوجب على حفتر التخلص منه، وآخرون هربوا لدول الجوار. ولكن ما يثير استغراب أهل الضحايا تنقل العديد من المطلوبين داخل البلاد دون ملاحقة، إضافة لركود عمليات التحقيق وعدم إحراز أي تقدم في ملف انتهاك حقوق الإنسان بترهونة. مطالبات عدة لحث القوى السياسية على الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وملاحقة المتهمين محلياً، إضافة لدور المحكمة الجنايات الدولية التي عاينت تلك الجرائم ومطالبتها بعدم الاكتفاء بالوعود والاستنكار فقط. ليبقى التساؤل مطروحا، متى ستقتص ترهونة من جلاديها بعد أن وضعت ضحاياها؟
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية التي نتحدث فيها عن المقابر الجماعية التي تكتشف بشكل يومي في ترهونة وآخرها في مدينة سرت. أرحب بضيوفي الكرام الذين هم معي قبل هذا التقرير. أرحب بانضمام السيد كمال السيوي، هو رئيس هيئة البحث عن المفقودين. سيد السيوي أهلا وسهلا بك معي أنت عبر الهاتف. إذن مقبرة جماعية جديدة تكتشف بالأمس في مدينة ترهونة وغير سابقاتها أيضا، ما هي آخر الإحصاءات والأرقام التي عثرتم عليها والبلاغات التي ترد إليكم؟ أهلا وسهلا بك السيد الكريم وضيوفكم السادة المشاهدين. أهلا. طبعا الإحصائيات يعني اللي هي طبعا مسجلة للهيئة، آخر موقع مواقع طبعا اشتغلنا عليه اللي هو موقع كان مقبرة اللي هو مكتب تعترونة، يعني 11 الموقع في هذا المكب تم استخراج منه اللي هو 62 جثة من مكب ترهونة. إجمالي العدد الجثث اللي تم انتشالها من مدينة ترهونة اللي هو 326 يعني جثمان من مقابر جمعية ترهونة. ما تم التعرف عليه في معامل البصمة الوراثية الخاصة التابعة للهيئة اللي هو 193 يعني حالة هذه تم التعرف عليها، ولازال العمل يعني جاري، ممكن حتى الأسبوع القادم إن شاء الله كنت متوقع في عدد من الحالات اللي حيتم الإعلان تعرف على دويها وتسليمها من يدويها إن شاء الله. نعم سيد كمال، فيما يتعلق بالبلاغات التي تردكم، ما هي الأعداد التي بلغ عنها كمفقودين؟ هم بطبيعة الحال متوقع لا قدر الله بأن يكونوا ضمن المقابر الجماعية. طبعا في بلاغات اللي هي ملفات الفعلية لأهالي الضحايا وأهالي ذوي المفقودين يسجلوا لدى الهيئة في إدارة تسمى إدارة قيد الأهالي المفقودين، هذا طبعا سجلات وملفات مفتوحة رسمية يعني العدد يعني والله هو في كل يوم يعني يكون في حالات، ممكن حتى الأرقام يعني لكن يفوق اللي هو ال 480 ملف يعني بالنسبة للعدد المسجل عندنا احنا في إدارة قيد الأهالي. نعم أشكرك على كل هذه المعلومات كمال السيوي رئيس هيئة البحث عن المفقودين، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد المهدي كشبور، إذن هذه الحالة هل نتوقع أن يكون هناك رابطة قانونيين وحقوقيين للمطالبة بتفعيل القضاء المحلي وعمل القضاء المحلي حيال هذا الملف؟ هو يعني بدون وجود رابطة، يعني هو الارتباط موجود بحكم النشاط، هناك عدد كبير من الحقوقيين يعملوا على هذه القضايا ويطالبوا بتحقيق العدالة سواء بأدوات محلية أو حتى أدوات دولية، الحقوقيين بين أشخاص نشطاء ومحاميين وحتى ناس يؤمنوا فقط بمجرد قضايا حقوق الإنسان وأهالي الضحايا وغيرها. لكن للأسف يعني أعيد وأكرر أن الإرادة السياسية سواء محليا أو دوليا هي غير متوفرة، وطالما الإرادة غير متوفرة فلن يجدي هذا الضغط نفعا يعني تجاه هذه الجرائم. أيضا حتى لو ذهبنا إلى أبعد من ذلك وتحصلنا حتى على أحكام ضد مرتكبي هذه الجرائم، وبالفعل هناك أحكام موجودة، يعني محكمة جنايات مصراتة أصدرت حكم ضد مثلا خليفة حفتر بالإعدام، كيف يمكن تنفيذ هذا الحكم طالما الأطراف السياسية لازالت تتعامل مع هذا الشخص على أنه شريك سياسي؟ هناك حكم صادر محكمة جنايات طرابلس ضد سيف القذافي مثلا بالإعدام، كيف يمكن تنفيذ هذا الحكم طالما يسمح لمثل هذا الشخص بالترشح وأن يأتي وكلاء إلى المؤسسات القضائية ويأتي هو إلى مؤسسات دولة، يأتي سيف القذافي إلى المفوضية العليا الانتخابات طيب. بحماية مدير أمن رغم أن هناك حكم بالإعدام صادر ضده طيب. إذن هذه الإرادة طالما لم تتوفر فلن نصل إلى طيب. تحقيق العدالة محليا نعم. دوليا كذلك نعم نعم أعتذر منك لضيق الوقت، ربما شرف وقت هذه التغطية على الانتهاء. دعني أحول الكلمة للسيد فيصل معتيق. سيد فيصل في أقل من دقيقة لقرب انتهاء وقت هذه التغطية،
يعني هل نتوقع مطالبات حثيثة للمسؤول الأول عن هذه الجرائم باختصار لو سمحت؟ أخي العزيز دبنا احنا عندنا دقيقة بس بنقول لك يعني بصراحة رغم يعني احنا بصراحة يعني الأطراف المحلية تتحمل المسؤولية، الناس اللي قامت بالجرائم والأطراف الخارجية الداعمة لحفتر كذلك تتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، ولكن وللأسف يعني نحمل المسؤولية أبناء 17 فبراير، أبناء 17 فبراير اللي ارتضوا أن يكون المشهد بهذه الطريقة زي ما قال الأستاذ المهدي. يعني حتى موضوع التنفيذ من بينفذ إذا كان احنا مثلا أبناء 17 فبراير هم اللي يحموا في النائب العام، والنائب العام بهذه الطريقة لا لا, لا, لا يعني ما نقولش دار نوع معين من دور، ولكن وللأسف في هذه الجرائم لم يتخذ الإجراءات المناسبة والخطوات المناسبة. إذا كان أبناء 17 فبراير هم اللي يحموا في الرئاسي، إذا كان طيب هم اللي يحموا طيب في خالد المشري وال طيب شكرا لك سيد فيصل لضيق الوقت. سيد فيصل أعتذر منك. سيد خالد العقيلي في أقل من دقيقة، هناك سيد فيصل العتيق يلقي باللائمة على ثوار 17 فبراير، ماذا عساهم أن يفعلوا في أقل من دقيقة لو سمحت؟ والله هي القضية مش قضية ثوار، نعم 17 فبراير ما بين للأسف يعني يشتغلوا عليهم، خليني نقول لك بطرق عدة، يعني عارف كيف، يعني سواء يعني الإخراج من الخارج أو اللي فيهم يعني دافع مسكين اللي عند قتل، وشفنا يعني الخذلان اللي صار يعني ثوار بنغازي كيف صار لهم، يعني هم اللي أخروا الهجمة على طرابلس، ومع ذلك تم خذلانهم في بنغازي وفي الشرق، وتم خذلانهم أخرى في وسط طرابلس، وقاعدين الآن يعانوا في سجون الردع وغيرها، يعني وفي سجون مصراتة أيضا يعني باش نقدوا شوية منصفين، وقاعدين يلقطوا فيهم يعني للأسف. فأنا يعني لومي على كل واحد منا، نحن كلنا نتحمل مسؤولية. أنا أحب نذكر حاجة معينة، يعني لما صارت الاعتداء على الباكستانيات اللي هنا كانت مشيت يدعما في غزة، تم اغتصاب في بنغازي، وقلناها في ذلك الوقت إذا لم يقوم الشارع في بنغازي تحملوا مجيكم بعد. أنا نقول نفس الشيء بالنسبة اللي قاعدين فيه الآن، نعانوا فيه الآن، كلنا نتحمل مسؤولية سواء سياسيين أو غير سياسيين، كإنساني كليبيين نتحمل مع بعض المسؤولية، حتى اللي قاعدين مهاجرين غير شرعيين ويغتصب وتغتصب نسائهم في وسط يعني العاصمة وغيرها في الزاوية وفي غيرها. طيب نحن حيكون أثرهم علينا. نعم أعتذر منك لضيق الوقت. سيد خالد العقيلي رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا السيد المهدي كشبور كان معي من استديوهاتنا في اسطنبول، المحامي والناشط الحقوقي. أيضا أشكر السيد فيصل معتي كان معي من استديوهاتنا في مصراتة الناشط السياسي. مشاهدينا الكرام إلى هنا وصلت وإياكم إلى ختام هذه التغطية، حفظ الله ليبيا ودمتم في أمان الله.